السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف الليارات في برنامج الفيكتور ووركس. أجي هنا أقول له أنا عايز ملف جديد. لما نيجي نبص هنا ده الليارات، هتلاقي هنا ديزاين لاير 1. أي حاجة ترسمها ترسم على ديزاين لاير 1. طيب لو عايز أرسم على لاير تاني هقول له نيو ديزاين لاير، وأختار بقى يا إما لاير جديد يا إما هستورد امبورت ديزاين لاير. أقول له أوكي، هو عمل لاير تانية. اللاير التانية دي هختارها وابدا ارسم حاجه على اللير الثانيه بالشكل دوت. وممكن ترسم مثلا حائط بالشكل دوت اهو على اللير ديت، على اللير 2. دلوقتي اقول له انا عايز لير كمان، وبعد كده مثلا هرسم حاجه اهيت على اللير رقم 3، وفي حته اهي برضو على اللير رقم 3. طيب لو انا عايز اشوف بقى موضوع الليرات، ابدا اخذ مثلا لير معينه، ممكن تيجي هنا الليرات وتقدر تتحكم، تقول له اقفل اللير ديت، اقفل اللير ديت، تقدر تقفل الليرات، تدوس عليها تقدر تطلع لك كل لير، وتقدر تختار السيجنس بتاعتها والشفافيه، تقدر تعمل اديت لللير، تقدر تعمل لير جديده، تعمل لها دوبليكيت، ديليت، بريفيو، وهكذا. تلاقي اللير اختفت. طيب لو انا عايز ممكن اجي برضو هنا عند الليرات وابدا اظهر اللير بالشكل دوت كده، كل الليارات ظهرت معايا. اختار انا اللير فيهم اللي هي تبقى فعاله. من هنا اللير الفعاله بتلاقي هي اللير بتبقى الحاجه اللي عليها واخده لون سميك، اللير التانيه بتبقى اخف شويه. لو انت عايز تخفي اللير هتقول له مثلا اخفي ديت، اخفي ديت، اخفي ديت، وهكذا. ممكن تظهر بشكل دوت.